السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله معادنا مع درس من دروس الصف الاول الاعدادي، وهو درس مهم جدا جدا جدا. ارجو من سنة اولى وسنة تانية وسنة تالتة يركزوا كويس اوي 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 في الدرس ده. الدرس ده هو يعتبر اصل النحو، هو مش صعب ومش سهل، يعني لازم محتاج جهد ومحتاج تفكير ومحتاج تركيز عشان افهم الدرس. هو سهل جدا 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 جدا، ولكن احنا ساعات بنجد فيه صعوبة وبيقع مننا كده الدرس ده. طب ايه هو الدرس اللي انت بتكلمين عليه النهاردة؟ الضمائر. الضمائر احنا اتعلمنا قبل كده واخدنا الضمائر، ضمائر المتكلم، ضمائر المخاطب، ضمائر الغائب. لا، المرة دي بقى احنا كبرنا، لازم نعرف بقى ونقسم الضمائر كويس جدا، نعرف ان في ضمائر بارزة وفي ضمائر مستترة، والبارزة دي ممكن تكون متصلة وممكن تكون منفصلة، ونعرف طب الضمائر المتصلة او الضمائر المتصلة دي ممكن تنقسم لايه؟ تنقسم لضمائر رفع وتنقسم لضمائر نصب. كل ده هنعرفه من خلال درسنا النهاردة، والدرس ده قلت لكم عماد النحو. النحو كله بيعتمد عليه، فلازم من السنة الأولى بس اللي يشوفوه، سنة تانية وسنة تالتة إعدادي. يبقى أول حاجة هناخد إن شاء الله النهاردة الضمائر. في تقسيمة جميلة كده أنا هقسمها لكم على السبورة، وأرجو إن أنتوا تركزوا فيها. هي تقسيمة كبيرة شوية ومتشعبة، ولكن محتاجة بس مننا شوية تركيز صغيرين جدا. الضمائر كلنا عارفين قبل كده إن هي ضمير متكلم وغائب ومخاطب، بس كده لأ. لا، الضمائر اول خالص، اول انقسام بقسمه للضمائر، اول تقسيمه خالص بقسمها للضمائر، هي الضمائر بتنقسم لقسمين: ضمائر بارزة، بارزة يعني ظاهرة، ظاهرة قدامي، وضمائر مستترة يعني مش ظاهرة قدامي، مستترة. يبقى اول حاجة ضمائر بارزة يعني ضمائر ظاهرة، وطبعا دي بقى منها اللي هي الضمائر اللي هي المتكلم والمخاطب والغائب، ومنها ضمائر الرفع ومنها ضمائر النصب، بما هنشوف التقسيمه الثانيه. والضمائر المستتره يعني ما بتبقاش ظاهره قدامي وما اشوفهاش بعينيا. هو في ضمير ما بيبقاش ظاهر قدامي؟ لما مثلا اقول الجندي يدافع عن وطنه، هعرب الجندي واقول مبتدا، ويدافع فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه. طيب فين الخبر بتاع كلمه يدافع، او فين الفاعل بتاع كلمه يدافع؟ اروح قايله والفاعل ضمير، محدش يقول لي والفاعل، ما هو الجندي هو الفاعل. لا، الجندي طالما تقدم وبقى مبتدا خلاص يا ولاد ما عادش هيبقى فاعل، ما عادش ينفع اعربه تاني واقول فاعل. لازم الجمله الفعليه بقى دي تحتاج لفاعل. الفاعل بقى هنا احنا بنقدره ومن فهمنا بنجيبه من فهمنا، فهو مستخبي مش ظاهر، احنا اللي بنطلعه وبنظهره وبنفهمه من ايه؟ من كلامنا. بروح قايله والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، هي دي ضمائر مستتره. لما اقول احب وطني، احب فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه، طب مين اللي بيحب؟ وطني هل هو الفاعل؟ لا، وطني هو اللي مفعول به، هو اللي وقع عليه الايه؟ الفعل. طب انا احب مين الفاعل؟ انا، انا. يبقى هقوم قايله هنا والفاعل ضمير مستتر تقديره انا. طب انا بعرف التقدير منين؟ انا هعرفكم الوقت بنعرف التقدير ازاي. طبعا هو بتفهم الجمله، بس انا هعرفكم تجيبوه بطريقه سهله ازاي. يبقى اول حاجه في تقسيمه الضمائر، ضمائر بارزه يعني ظاهره، وضمائر مستتره يعني مستخبيه مش ظاهره قدامي. طيب الضمائر البارزه دي بتنقسم لايه؟ الضمائر البارزه بتنقسم لقسمين: منفصله ومتصله. وركزوا معايا كويس قوي، منفصله ومتصله. المنفصله سهله جدا جدا وعارفينها من زمان قوي. الضمائر المنفصله انا هقولها على عجاله لان احنا عارفينها المفروض، يعني المنفصله اللي هي ضمائر المتكلم اللي هم انا ونحن، بس انا للمفرد سواء المذكر او المؤنث، ونحن للمثنى والجمع برضو المذكر والمؤنث، لان ضمائر المتكلم لا تفرق بين المذكر والايه؟ والمؤنث. وفي في القناه في الدروس في الاول خالص درس اسمه الضمائر، يا ريت نرجع ليه ونشوف الضمائر دي. هي ضمائر المتكلم اللي هي انا ونحن، وضمائر المخاطب ضمائر المخاطب اللي هي انت وانت اشوف كده حاجات ظاهره على الصوره كده ولا لا.
الحمد لله. انت لازم احط الفتحة بتاعت انت، وانتي احط الكسرة بتاعتها. انتما للمثنى المذكر المؤنث، ده انت ده للمثنى للمفرد المذكر، انت للمفردة المؤنثة، انتما للمثنى المذكر والمؤنث، انتم لجمع المذكر، وانتن لجمع الايه المؤنث. دي اسمها ضمائر المخاطب، وكمان ضمائر الغائب. ضمائر الغائب اللي هو هو للمفرد المذكر، هي للمفردة المؤنثة، هما للمثنى المذكر والمؤنث، وهم لجمع المذكر، وهن لجمع المؤنث. دي تعتبر اسهل حاجة، الضمائر المنفصلة اللي كلنا عارفينها، وارجعوا لها اللي ماهوش متمكن منها ارجعوا لها يا سنة اولى في اول حاجة في ضمائر، هتلاقوه كده الضمائر للمرحلة الابتدائية هي المعروف، واحنا اخدينها في المرحلة الابتدائية والحمد لله متمكنين منها. دي الضمائر المنفصلة. منفصلة يعني بتيجي لوحدها، مش لازقة في حد، او مش متصلة بالكلمة اللي بعدها، او متصلة بالكلمة اللي قبلها، مش متصلة بالكلمة اللي قبلها، الضمير ما متصلش بالكلمة اللي بعده، بيتصل بالكلمة اللي قبله. خلاص يبقى منفصلة يعني لوحدها. انا لما اكون منفصل واقف كده منفصل لوحدي، مش متصل بحد ولا مرتبط بحد ولا لازق يعني في حد، انما المتصل بقى هو اللي بيتصل بالكلمة اللي قبله. الضمائر المتصلة دي بقى ركزوا فيها، لان هي فيها كل الكلام، يعني المستترة دي ما فيش فيها كلام، انما المتصلة دي بقى هي اللي فيها كل الكلام. المتصلة دي بتنقسم لقسمين، ركزوا معايا كويس قوي، بتنقسم لقسمين: ضمائر رفع، ضمائر رفع، وضمائر نصب وجر. ضمائر رفع وضمائر نصب وجر. انا عايزاكم تركزوا لي في التقسيمه من الاول للاخر، ويا ريت تاخدوا سكرين شوت بعد ما اخلص كده السبوره، تاخدوا سكرين شوت وتبداوا تفهمهم، بس ركزوا معايا في كل كلمه بتتقال. الضمائر من الاول بتنقسم لقسمين: بارزه يعني ظاهره قدامي بشوفها بعينيا، ومستتره ما بشوفهاش بعينيا وما بتبانش قدامي، انا بطلعها انا من فهمي للكلام. البارزه اللي ظاهره قدامي دي بتنقسم لقسمين: يا اما منفصله ومستقله بذاتها وبنفسها، يا اما متصله لازقه في الكلمه اللي ايه اللي قبلها، يعني متصله بيها. المنفصله اللي هي الضمائر اللي احنا قلناها دي، اللي بتيجي في اول الكلام، ودائما الضمائر دي يا جماعه بتيجي في اول الجمله، بقوم قايله ضمير مبني في محل رفع مبتدا، دايما اعربها كده، ضمير مبني في محل رفع مبتدا. الضمائر دي احنا قلنا في الاسماء المبنيه والاسماء المعربه للصف الثاني الاعدادي، ان الضمائر بتكون عشان لو حد من سنه تانية قاعد شاف الكلام ده، هي دي الضمائر اللي بتكون مبنيه، بقول ضمير مبني في محل رفع مبتدا اللي هي الضمائر المنفصله. طب الضمائر المتصله بقى، قال لي في ضمائر رفع وفي ضمائر نصب وايه وجر. تعالوا نشوف ضمائر الرفع، ركزوا معايا كويس قوي. ضمائر الرفع دي لا تتصل الا بالافعال، شايفين هحط لكم جنبها كلمه افعال. افعال ليه؟ لان الضمائر الرفع لا تتصل الا بالافعال. ماشي يا سنة أولى؟ أنا عايزة كل ولادنا أولى وتانية وتالتة يشوفوا الدرس ده، لأنه مهم جدا. ضمائر الرفع ما بتتصلش غير بالأفعال. طب لو اتصلت بالفعل، بنقول فعل، بنقول على الضمير إيه؟ الفعل بنبنيه، وهنشوف وطبع إعراب الفعل زي ما الإعراب يعني نرجع لإعراب الأفعال اللي هو فعل الماضي، فعل المضارع، فعل الأمر اللي أنا جبتهم قبل كده، وسنة أولى ده منهجهم على فكرة برضو. ركزوا يا سنة أولى في إعراب فعل الماضي، فعل الأمر، فعل المضارع. اللي هنشوف كل فعل لما اتصل بضمير بيكون اعرابه ايه. ما انا مش هنتكلم في دي، مش ده كلامنا، احنا كلامنا الوقت الضمير نفسه لما يتصل بالفعل بعربه ايه. ضمائر الرفع بيكون لها اعراب معين، وهو ضمير مبني في محل رفع، يا اما فاعل، يا اما اسم كان او حد من اخواتها، يا اما اسم كان او اي حد من اخواتها، لان كان واخواتها اللي هم الافعال اللي هم كان واخواتها اللي انا جبته لكم واللي احنا خدناهم في سنه سته، بيجي بعدها ضمير من ضمائر الرفع، وبقوم قايله ضمير مبني في محل رفع اسم كان،
او لو هو جاي في فعل عادي بقوم قايله ضمير مبني في محل رفع فاعل. طب لو جاي لي بقى في اسم من الاسماء اللي هي في فعل من الافعال اللي مبنيه للمجهول بقول ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل، وسيبوا نائب الفاعل ده قدام شويه لما نيجي ناخده وهعرفكم. ركزوا معايا ان الضمير ده بيكون ضمير مبني في محل رفع يا اما فاعل، يا اما لو اجى بعد كان او حد من اخواتها بيكون ضمير مبني في محل رفع اسم كان. ركزوا له في النقطه دلوقتي وبلاش ندخل في نقط تانية تبعدكم عن الدرس او تخوفكم من الدرس. يبقى ضمائر الرفع بتلتصق بايه او بتتصل بايه؟ هي احنا قلنا ان هي متصله فبتتصل بالافعال. طب اما اجي اعربها بقوم قايله ايه؟ ضمير مبني في محل رفع فاعل او اسم كان. طب ايه هي بقى الضمائر اللي انا بقول عليها ضمير مبني في محل رفع فاعل او اسم كان؟ واحد، تاء الفاعل. تاء الفاعل اول حاجه، تاء الفاعل زي كلمه ايه؟ زي كتبت. وركزوا معايا، كتبت تاء الفاعل دي كتبت، هل هي بتيجي علامتها ان هي بتكون عليها ضمه بس؟ لو هي انا بتأن المتكلم الفاعل بتبقى عليها ضمه. طب انا ممكن اتكلم واحده واقول لها انت كتبتي الدرس، كتبتي الدرس، هنا التاء مكسوره. هل التاء دي مش تاء فاعل؟ لا، تاء فاعل. طيب امال، امال ليه انت بتقولي لي ان التاء الفاعل بيكون على ضمه؟ انا بقول لكم تاء الفاعل بيكون على ضمه لان غالبا بتيجي اما اكون انا بتكلم على نفسي. طب لو اجى سبقها ضمير ضمير مخاطب وقام جاي الفعل في تاء، اعرفوا ان التاء دي تاء فاعل. ممكن اقول انت كتبت وانت كتبتي، اتفتحت او اتكسرت على حسب الضمير المخاطب اللي قبلها، بس التاء دي بتكون برضو تاء ايه؟ فاعل. يبقى كتبت كتبت لما تيجي بعد انت، وكتبتي لما تيجي بعد انت، دي برضو بتكون تاء فاعل. تمام، يبقى الحركه دي بتكون على حسب مين المتكلم او مين اللي فعل الفعل. تمام يا اولاد؟ تمام. يبقى اول حاجه تاء الفاعل وعلامتها غالبا خدوها على انها بتبقى عليها الضمه، كتبت. تمام كده. طيب ايه تاني؟ نا الفاعلين. نا الفاعلين، تاء الفاعل دي بيبقى الفاعل واحد، انما نا الفاعلين بنبقى شويه اختار بنفعل الفعل، زي ما اقول كتبنا كتبنا، النا ده اهي اسمها نا الفاعلين، والضمير ده بيكون ضمير مبني في محل رفع فاعل. يعني بعرف الفعل هنا، يعني مثلا كتبته دي واقول كتب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، وكلنا اكيد عارفينها يا سنه اولى. كتبنا هقول كتب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين، ونا الفاعلين ضمير مبني في محل رفع فاعل، هي ده معنى الكلام اللي انا بقوله. يبقى تاء الفاعل نا الفاعلين. الف الاثنين، الف اسمها الف الاثنين، بتبقى عامله ازاي الف الاثنين؟ بتدل على ان اللي فعلوا اتنين. كتب الالف ده هي اسمها الف الايه؟ الاثنين. بقوم قايله والف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل. تمام، يبقى كل الضمائر دي بتتعرب ايه؟ ضمير مبني في محل رفع فاعل، وحطيتها لكم الاول قبل ما اقول لكم الضمائر عشان تحفظوها يا سنه اولى. احفظوا لي الضمائر دي واعربها كويس قوي. طيب قلنا تاء الفاعل، نا الفاعلين، الف الاثنين، لسه ايه تاني من الضمائر؟ هنكمل ياء المخاطبه. ياء المخاطبة يعني ايه؟ ياء المخاطبة يعني لما اكون بكلم بنت وبأمرها وبقول لها اكتبي. طب ليه ما جبتهاليش في فعل ماضي زي ما انت عمالة تجيبي افعال ماضية؟ ياء المخاطبة ما بتدخلش في فعل الماضي، تدخل في فعل المضارع وتدخل في فعل الامر، انما ما تدخلش في الفعل الماضي ابدا. طب امال ايه؟ عشان انا بخاطب بنت. طب امال لما اجي اخاطب بنت في الفعل الماضي بقول لها ايه؟ بقول فاطمة كتبت، بحط لها تاء تأنيس. انما ياء المخاطبه دي بتتحط في فعل الامر وفعل الايه؟ المضارع. يبقى ياء المخاطبه زي اكتبي، اهي الياء اللي بتيجي في الاخر ده اهي اسمها ياء المخاطبه. طب ياء المخاطبه دي بتتعرب ايه؟ بتتعرب ضمير مبني في محل رفع فاعل. طب امال اكتبي؟ اكتبي ده بقى ادخله على اعراب الفعل الامر هتعرفوا هو بيتعرب ازاي لما يكون متصل بياء المخاطبه. طيب ايه تاني من الضمائر؟ نون النسوه. النون اللي بتدل على ان الفاعل بنات كتير، نون النسوه بنات كتير، زي كلمه ايه؟ كتبنا او اكتبنا، كتبنا او اكتبنا، كتبنا.
تمام. والنون ده هي اللي في الاخر ده اسمها نون النسوة، ضمير مبني في محل رفع فاعل. ارجو ان تكون الصورة واضحة. نون النسوة كتبنا. طيب لسه في ضمائر رفع. واو الجماعة، واو الجماعة زي كتبوا، واو الجماعة زي ايه يا ولاد؟ زي كتبوا، يكتبوا، اكتبوا. واو الجماعة دي جميلة جدا، بتدخل في الفعل الماضي، بتدخل في الفعل المضارع، بتدخل في فعل الامر. تمام. يبقى انا عندي ايه ايه الضمائر الرفع اللي انا قلتها؟ قلت تاء الفاعل، نا الفاعلين، الف الاثنين، ياء المخاطبه، نون النسوه، وواو الايه؟ وواو الجماعه. دول بس ضمائر الرفع، دول ضمائر الرفع يا سنه اولى. لو دخلوا ما بيدخلوش غير على الفعل، ما بيتصلوش غير بالفعل. مستحيل الاقيهم داخلين مع الاسم، مستحيل الاقيهم داخلين متصلين بالاسم، بيتصلوا بالفعل ايه فقط، وبيكون ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب احنا كده خلصنا ضمائر الرفع، ندخل على ضمائر النصب والجر. وركزوا معايا كويس قوي، ضمائر النصب والجر ضمائر تدخل على الاسم وتدخل على الفعل، بتدخل على الاثنين. احنا قلنا ضمائر الرفع افعل فقط، انما ضمائر النصب والجر بتدخل على الافعال وبتدخل على الاسماء. عشان كده بقول ضمائر نصب وضمائر جر. لو دخلت على الافعال بتكون منصوبة، ولو دخلت على الأسماء بتكون مجرورة. يعني ايه؟ يعني هو نفس الضمير ممكن يدخل على اسم، ممكن يدخل على فعل. بيدخل على الأسماء وبيدخل على الأفعال. لو دخل على الفعل بنقوم ما بيكونش إعرابه فاعل، لا بيكون إعرابه مفعول به. بروح قايله ضمير مبني في محل رفع، في محل نصب مفعول به. ازاي؟ فهميني كده. تعالوا نشوف اهو، لو دخلت على الأفعال بنفس الضمائر، لو دخلت على الأفعال إعرابها ضمير مبني في محل نصب مفعول به. طب امال هيكون الفاعل فين؟ ممكن الفاعل يكون برضو في نفس الفعل، زي مثلا أكرمتك. أكرمتك دي عبارة عن جملة مكونة من فعل وفاعل ومفعول. اهي هكتبها لكم هنا عشان تشوفوها كويس قوي. لما انا ابص عليك كده اقول لك اكرمتك، يا انا عندي اكرم فعل، ده فعل مضارع. اكرم عليها مبني على السكون لتصليب تاء الفاعل، يبقى فعل ماضي مبني على السكون لتصليب تاء الفاعل، وتاء الفاعل اهي ضمير مبني في محل رفع فاعل. والكاف دي ايه بقى؟ دي من ضمائر النصب، ضمير مبني في محل نصب مفعول به. يبقى كلمة واحدة عبارة عن جملة كاملة، في منها يا كتير. أكرمتك، أعطيتك، أخلصت، منحتك، أي أفعال بقى قيسوا عليها، قيسوا عليها أي فعل بنفس الطريقة دي، في تاء الفاعل وفي ضمير النصب. هل ضمائر النصب الكاف فقط؟ لا. تعالوا بقى نشوف ضمائر النصب هي ايه. طيب قبل ما نقول ضمائر النصب هي ايه، تعالوا نشوف بقى لو كانت على دخلت على الاسماء هيكون اعرابها ايه. يبقى لو دخلت على الافعال اعرابها زي ما انتم شايفين، لو دخلت على الاسماء اعرابها هيكون ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، وده بناخدها كتير قوي من زمان، ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. يبقى نفس الضمائر اللي احنا هنقولها دلوقتي، لو دخلت على الافعال بتكون ضمير مبني في محل نصب مفعول به، لو دخلت على الاسماء بتكون ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. عايزه بقى الكل يركز معايا، ايه هي بقى الضمائر دي؟ تعالوا نشوف ايه هي الضمائر. اول حاجه هبدا بالمتكلم، ما هي الضمائر سواء متصله او منفصله؟ بيكون الضمائر دي يا اما متوجه للمتكلم، يا اما المتكلم بيتكلم عن نفسه، يا اما بخاطب حد بيها، يا اما غائب. انا عندي ضمائر برضو النصب والرفع بتتكلم، يا اما متكلم يا اما غائب يا اما مخاطب. طب ايه هي بقى ضمائر المتكلم اللي هي ضمائر النصب المتكلم؟ يا المتكلم، يا المتكلم اللي هي في اخر الكلام، زي ما اقول اعجبني انا، اعجبني انا، يا المتكلم هنا اقول ضمير مبني في محل نصب مفعول به، دي اسمها يا المتكلم. طب ممكن تدخل في اسم، زي ما اقول كتابي،
دي برضو المتكلم بس دخلت على اسم، هقولها برضو ضمير نصب في محل رفع مفعول به، في محل النصب مفعول به، لا هقوم قايله ضمير مبني في محل جر مضاف اليه طالما دخلت على اسم. يبقى ياء المتكلم دي بتدخل على الاسم على الفعل وبتدخل على الاسم، لو دخلت على الفعل تبقى مفعول به، ولو دخلت على الاسم تبقى في محل جر مضاف ايه اليه. طب ايه كمان من ضمائر المتكلم؟ نا المتكلمين. وهنا هنلاقي مشكلة يا سنة أولى. إيه هي المشكلة؟ أفرق إزاي بين المتكلمين ونا الفاعلين؟ مش دي نا ودي نا، ودي بتدخل على الأفعال ودي بتدخل على الأفعال. ماشي، لو دخلت على الأسماء هعرف على طول إن هي نا المتكلمين مش نا الفاعلين. زي ما أقول مثلا إيه، كتابنا كتابنا، النا دي دخلت على اسم، اذا هي نا الفاعل نا المتكلمين، عشان هي ما بتدخلش، هي من ضمائر الجر وما بتدخلش على الايه على الافعال، بتدخل على الاسم، دخلت على الاسم اذا هي مش من ضمائر الرفع، لان ضمائر الرفع ما بتدخلش الا على مين؟ على الافعال. طيب انا لو دخلت على الاسم هعرفها، طب لو دخلت على الفعل افرق ازاي بين المتكلمين ونا الفاعلين؟ هقول لكم حاجه بسيطه جدا المفروض ان انا افهمها بايه، بعقلي. يعني اما اقول نا الفاعلين يبقى احنا اللي فعلنا، احنا اللي فعلنا الفعل. زي ما اقول ايه، زي الوقت كتبنا، هو مين اللي كتب؟ احنا، احنا اللي كتبنا، احنا الفاعل. اذا نا الفاعلين دي ضمير مبني في محل رفع فاعل. والعلامه بقى اللي عايزه عايزاكم تركزوا فيها، شوفوا كده الباء عليها ايه، سكون. ليه؟ لان نا الفاعلين بتبني الفعل على السكون. تمام كده، تمام. طب تعالوا نشوف نا المتكلمين. لما اقول اكرمنا، اكرمنا الله، اكرمنا، احنا هنا قلت اكرمتك. تعالوا نشوف ايه الفرق بين الفعلين دول وركزوا له فيهم كويس قوي. لما اقول اكرمنا الضيف، واما اقول اكرمنا الله، اكرمنا الضيف، الضيف هنا مفعول به، ومين اللي اكرمه؟ احنا اللي هنا الفاعلين، يبقى دي اسمها نا الفاعلين. ايه اللي عرفني ان هنا الفاعلين؟ عشان احنا اللي فعلنا، وعشان الفعل هنا مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين، ونا الفاعلين ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب هنا اكرم، اكرمنا الله، هو مين اللي اكرمنا؟ هل احنا اللي اكرمنا الله، ولا الله هو اللي اكرمنا؟ اكيد الله هو اللي اكرمنا، يبقى الله هنا هو اللي فاعل، ونا الفاعلين مفعول به، وكمان الفعل مبني على الفتح زي ما هو، لان نا المتكلمين ما بتغيرش في اعراب الفعل، بتخلي الفعل مبني على الايه، على الفتح، ونا الفاعلين ده ضمير مبني في محل نصب مفعول به. يبقى ده الفرق بين نا الفاعلين ونا المتكلمين، دي نا المتكلمين ودي نا الفاعلين. ارجو ان انتوا تكونوا فهمتوها، لو ما فهمتوهاش ارجعوا شوية بالفيديو وعيدوها تاني عشان خاطر الفيديو ما يطولش ونعيد الكلام تاني. يبقى ضمائر اللي هي المتكلمين لو دخلت على الفعل بتكون ضمير مبني في محل رفع فاعل، في ضمير، معلش، ضمير مبني في محل نصب مفعول به. طب لو لو نا الفاعلين هنقول ضمير مبني في محل رفع فاعل، نا الفاعلين تختلف عن نا المتكلمين. تمام كده، تمام. طب ان المتكلمين لو دخلت على اسم هتكون ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، زي كتابنا، قلمنا، بيتنا، هنا دخلت على اسم، اذا هي ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. طيب تعالوا نشوف بقى ضمير المخاطب المتصل اللي في محل نصب وجر، الكاف. ركزوا لي كويس، الكاف اللي بتيجي في اخر الفعل او في اخر الاسم، لو اجت في اخر الفعل بتكون ضمير مبني في محل نصب مفعول به، لو اجت في اخر الاسم بتكون ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، زي كتابك. والكاف دي بتبقى بقى بانواعها بقى، لو عليها فتحه هتبقى للمفرد المذكر، عليها كسره للمفرده المؤنثه، كي كتابك، اكرمتك، او كما لو للمثنى اكرمتكما، او كم لجمع المذكر اكرمتكم، او كنا لجمع المؤنث اكرمتكن. ركزوا في الدرس ده كويس قوي، الضمائر دي لو دخلت على فعل بتكون ضمير مبني في محل نصب مفعول به، دخلت على اسم بتكون ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. ده اللي بيفرق ان هي امتى بتبقى نصب وامتى بتبقى جر، لان الضمائر واحده.
تمام، ضمائر الاثنين واحده. طيب ضمائر الغايبه او الغائب، الهاء. اكرمته، اكرمتها، اكرمتهما، اكرمتهم، اكرمتهن. ركزوا بقى، شايفين هي دي ضمائر الغائب المتصله اللي بتكون في محل نصب لو اتصلت بالفعل، وبتكون في محل جر لو اتصلت بالايه، بالاسم. ارجو الدرس ده مهم، ارجو ان انا اكون قدرت اسهله عليكم شويه، ويا ريت بقى تكتبوا لي في التعليقات رايكم في الشرح. وطبعا انا متشكره جدا لكل الناس اللي بتكتب لي اراء جميله، جزاكم الله كل خير، ويا رب يكون سبب في اني اوصل لكم معلومه يا رب. وما تنسونوش من خالص دعائكم. دي الافعال، دي الضمائر المتصله، وقسمناها الرفع وقسمناها الايه لضمائر نصب وجر. كده خلصنا من الضمائر البارزه، ما عادش قدامنا الا المستتره، والمستتره دي سهله جدا جدا جدا. هم تقريبا 5 ضمائر على حسب الفعل المضارع اللي قدامي بيقول لي ايه. لما اقول التلميذ يذاكر دروسه، اهو التلميذ يذاكر دروسه، اخدنا في انواع الخبر ان الخبر ده هو جمله فعليه، وان التلميذ هنا بقى مبتدا، وطالما بقى مبتدا خلاص ما عادش اعربه حاجه تانيه. طب يذاكر فعل مضارع، وقايلين ان اي جمله فعليه اي فعل لازم محتاج لفاعل. فين الفاعل بتاع يذاكر؟ محدش يقول للتلميذ، لان التلميذ خلاص هو مبتدا. طب امال فين الفاعل؟ هنا بقى الفاعل مستتر مستخبي.